ايضا يشارك في هذا الشوط ما يقارب 23 مشاركة. أتمنى التوفيق لي ولكم في هذه الانطلاقة الموفقة، وأشكر كل القائمين وكل المنظمين، وأخص بالذكر سعود بن سلطان المسيفري على حسن التنظيم الممتاز المشار إليه بالبنان والواضح للعيان. ولنذهب مباشرة إلى المقدمة لأرى مطران في مقدمة الشوط لمحمد بن حمد بن جهويل المري، يحتل مطران المركز الأول وشعار شاهين الفائز قبل قليل، ويسعى بن جهويل، يسعى محمد بن حمد للنقطة الثانية في هذا الشوط وشعار المركز الثاني. نرى الحصان لظافر بن حمد الدوسري وشعار بن هران ينضم إلى المركز الأول، يصل في هذه اللحظات بديع سالم بن حمد بن هران المركز الثالث، المركز الثالث اللي من الجانب الآخر، اللي من الجانب الآخر العفري عبد الله بن محمد السومالي المركز الرابع. يا سلام، اختلط الحابل بالنابل والنابل بالحابل الوسيط لحمد بن محمد الزعبي. والمركز الخامس رقم واحد مساح لمسفر بن علي السناري، والعودة إلى مقدمة الشوط وإلى العفري، إلى العفري عبد الله بن محمد السومالي. يلا النقطة الثانية السومالي، ولكن السناري يصل، الله يا سلام، العفري ومساح والعفري، ولكن يا مالك مساح، نبغي غير العفري مع احترامي لكل المشاركين. انطلق العفري أيها الأخوة انطلاقة صاروخية، انطلاقة فالوذية، يستاهل أبو محمد. والنقطة الثانية، الله من طور الغيبات جاب الغنايم. بالفعل يا أبو محمد عبد الله بن محمد السومالي، افتقدنا هذا المشارك، وبالفعل يعود اليوم بنقطتين وعود حميد وقوي. تهانينا يا السومالي على هذا الفوز، تهانينا والناموس. والنقطة الثانية العفري أيها الأخوة أيها الأعزاء، يحسم مجريات الشوط، شوط الختام يذهب مع عزبة عبد الله بن محمد السومالي، وكما ذكرت النقطة الثانية، ويستاهل تهانينا والناموس. يقترب من خط النهاية، لحظات الوصول أو الاقتراب، لحظات الاقتراب يا السومالي، خلاص ما قصر العفري، تهانينا والناموس. المركز الثاني مساح مسفر من علي السناري، المركز الثالث الوسيط لحمد بن محمد الزعبي، المركز الرابع رابع المراكز حلوان راشد بن صالح الزمات، وأخيرا وخامس المراكز البازلي جابر بن حمد بن مسعود. التوقيت الزمني دقيقتين 29 ثانية و74 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك، تهانينا والناموس لمالك العفري عبد الله بن محمد السومالي، وتهانينا والناموس لكل الفائزين والمتأهلين في هذا اليوم. أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء، بهذا الشوط وبهذه النتيجة نصل إلى ختام هذا الأسبوع وهذه الفترة الصباحية الخاصة بهذا اليوم. نتمنى أن نكون قد وفقنا في نقل أحداث هذا اليوم وتداعياته وتنافساته من هنا من أرضية ميدان الشحانية من سباق مهرجان طرابلس وهياض الصيفي. نشكر كل من ساهم في نجاح هذا المهرجان، المتبرعين والمنظمين. تقبلوا تحيات الأخوة من سيارة الإذاعة المخرج محمد الحسن، وأيضا تحيات زميلي محمد حسين، وأيضا تقبلوا تحيات محدثكم محمد بن بريك المري. حتى الملتقى في الأسبوع.